صباح الخير. بما إنه العيد على الأبواب، اليوم حبيت أعمل معكم كعك العيد أو المعمول. إن شاء الله طريقتي تعجبكم، ويلا نبدأ. أول شي بحتاج كيلو من السميد الناعم أو طحين الفرخة مع كاسة من الطحين، وبنحتاج دهون بمقدار نص كمية السميد، يعني هون بنحتاج 500 جرام. أنا رح أوزعهم على 200 جرام مارجرين، 100 جرام سمنة نوع منيح. لو ما عندك ممكن تستبدليها بزبدة حيوانية اللي بتكون مصنوعة من الحليب البقري. وآخر شي بحتاج لكوب من الزيت اللي يعادل 200 جرام. بضيف السميد والطحين في وعاء كبير، وبضيف عليهم المرجرين والسمنة والزيت، ببسبسهم منيح وبترك السميد حتى يتشرب الزيوت، وبرجع له بعد 24 ساعة. للحشوة بحتاج كيلو من العجوة، رح أضيف عليها ملعقتين كبار من القرفة المطحونة، ملعقتين كبار من السمنة، وملعقتين من ماء الزهر. بعد ما خلطت المكونات مع العجوة وصارت طرية، بشكل العجوة على شكل كريات وبدخلها على الثلاجة لتاني يوم. تاني يوم برجع للسميد حلقيه تشرب كل الدهون، هيك بيكون جاهز للاستخدام، وممكن تتركوه كمان يوم ما في مشكلة. بالنسبة للمطيبات بحتاج لملعقة كبيرة من المسكة، نص ملعقة كبيرة من المحلب، نص ملعقة كبيرة من الشومر، وملعقة كبيرة من اليانسون، وممكن تضيفوا شوية من جوزة الطيب لو حبيتوا. رح أطحنهم وأضيفهم للسميد. وهلأ بدنا نعجن السميد. بالنسبة للناس اللي بتعجن السميد مع المي، هاي المي نسقي فيها الزريعة أحسن. بديل المي حيكون منتجات الألبان، سواء لبن رايب، بس أهم شي ما يكون مالح، أو حتى الكريمة الحامضة اللي هي ساور كريم. في حال مش متوفرة عندك، أنا عملت فيديو لأربع بدائل للساور كريم، رح أتركه بصندوق الوصف. أو ممكن تستخدمي قشطة أو الحليب بأشكاله، سواء حليب باودر أو حليب عادي أو حتى حليب مكثف محلى. أنا رح أستخدم 200 جرام من الكريمة الحامضة، بتيجي تقريبا كاسة إلا شوي. بخلطها منيح مع السميد، بعدين بضيف الحليب تدريجيا لحتى تصير العجينة تتشكل بسهولة. لو حسيت إنه كمية الحليب اللي أضفتيها كتيرة، أضيفي ملعقة من الطحين للعجينة. قبل ما أبدأ رح أشكل العجوة على شكل أصابع حتى يكون حجم المعمول عندي متشابه إلى حد ما ويسهل علي الشغل. ونفس الشي مع العجينة، رح أشكلها كرات صغيرة تتناسب مع العجوة. وقبل ما أبدأ رح أجهز الصينية اللي رح أدخلها على الفرن وبدهنها بسمنة. وهلأ بدنا نشكل المعمول. رح أخذ جزء من العجينة أبسطها بإيدي، بعدين بالنص رح أحط العجوة وأسكر عليها.
بعد هيك بدي أنقشها. ممكن تستخدمي قالب عادي أو الملقط، أنا رح أستخدم الملقط لأني بتحكم في التنقيشة أكتر. وهيك بدخل الصينية على فرن درجة حرارته متوسطة، بحمر الوجه السفلي بعدين بحمر الوجه العلوي. لما تطلع الصينية من الفرن بخليها تبرد تماما، بعدين برش المعمول بسكر مطحون. وهيك بنكون خلصنا، بشوفكم في فيديو تاني. باي باي.